معاكم عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام. وفي الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية من أول يوم السبت 6 مارس لغاية يوم الجمعة 12 مارس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية على 12 برج إيه خلال الفترة دي. الأسبوع ده اللي بيبدأ من أول 6 مارس وبينتهي يوم الجمعة 12 مارس بيبدأ والقمر موجود في برج القوس، وبيفضل في القوس لغاية فجر الحد الساعة 4:15. يوم الحد الفجر بيتنقل القمر لبرج الجدي وبيفضل فيه لغاية يوم الثلاث الساعة 10:45 الصبح. يوم الثلاث الصبح بيتنقل القمر لبرج الدلو وبيفضل في الدلو لغاية يوم الخميس الساعة 4:44 دقيقة المغرب. ويوم الخميس المغرب بيتنقل القمر لبرج الحوت وبينتهي الأسبوع والقمر موجود في برج الحوت. ومن هنا ممكن نقول إن نجوم الأسبوع ده هم مواليد برج القوس والجدي والدلو والحوت، لكن الحظ بيحالف كمان كل الأبراج بس في مواعيد مختلفة وبدرجات متفاوتة. خلينا نشوف أوقات الحظ لكل برج شكلها إيه. الأسبوع ده مواليد الحمل والميزان والقوس والدلو، الأربع أبراج دول بيجمعهم أوقات حظ واحدة وبيحالفهم الحظ على كل الأصعدة من أول الأسبوع لغاية فجر الحد الساعة 4:15، وبيرجع لهم الحظ على كل الأصعدة من يوم الثلاث الساعة 10:45 الصبح لغاية يوم الخميس الساعة 4:44 دقيقة المغرب. الأسبوع ده في كمان أربع أبراج بيجمعهم أوقات حظ واحدة، هما مواليد برج الثور والعقرب والجدي والحوت، والأربع أبراج دول بيحالفهم الحظ على كل الأصعدة من فجر الحد الساعة 4:15 لغاية يوم الثلاث الساعة 10:45 الصبح، وبيرجع لهم الحظ تاني من الخميس الساعة 4:44 دقيقة المغرب لغاية آخر الأسبوع. نروح بعد كده لمواليد برج الجوزاء، وهنلاقي ان الحظ بيحالف مواليد الجوزاء ماليا من فجر الحد الساعة 4:15 لغاية يوم الخميس الساعة 4:44 دقيقة المغرب. كمان الحظ بيحالفهم على كل الأصعدة من اول يوم الثلاث الساعة 10:45 الصبح لغاية الخميس الساعة 4:44 دقيقة المغرب. نروح بعد كده لبرج السرطان، وهنلاقي ان الحظ بيحالف مواليد السرطان مهنيا وصحيا من اول الاسبوع لغاية فجر الحد الساعة 4:15، وكمان ماليا هيكون عندهم حسن تصرف وادارة حلوة للفلوس وافكار ملهمة من اول يوم الثلاث الساعة 10:45 الصبح لغاية اخر الاسبوع. كمان الحظ هيكون بيحالف مواليد السرطان على كل الأصعدة من أول يوم الخميس الساعة 4:44 دقيقة المغرب لغاية آخر الأسبوع. أما مواليد برج الأسد فالحظ بيحالفهم على كل الأصعدة من أول الأسبوع لغاية فجر الحد الساعة 4:15، وكمان الحظ بيحالفهم مهنيا وهيكون عندهم طاقة ونشاط وصحة يوم الحد ويوم الاثنين. على الصعيد المالي هيكون كمان عندهم حسن إدارة للفلوس وأفكار ملهمة من أول يوم الخميس الساعة 4:44 دقيقة المغرب لغاية آخر الأسبوع. كده مش فاضل غير برج العذراء، والحظ بيحالف مواليد العذراء على كل الأصعدة من أول فجر الحد الساعة 4:15 لغاية الثلاث الساعة 10:45 الصبح، ومهنيا هيكون عندهم طاقة ونشاط وصحة يوم الثلاث ويوم الأربع. وكده نبقى عرضنا ساعات الحظ لكل الأبراج وكل أسبوع، وانتوا طيبين.